أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة
واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.